اهلا بحضراتكم من جديد. طبعا النهارده لقائنا مع ريم موسى. يعني ريم مش غريبه عن النادي الاهلي، كانت بتلعب في النادي الاهلي سابقا، هي الاول كانت بتلعب في الان سي دبليو اي في امريكا، وبعد كده رجعت راحت على اوروبا لعبت مع احدى الفرق، وخدت بالمناسبه بطوله اوروبا مع فرقتها، ورجعت من هناك على مصر على النادي الاهلي، وبعد كده اتنقلت لسبورتنج 3 سنين، وهي رجعت تاني لبيتها النادي الاهلي في عقد يمتد ل4 سنوات. ريم برحب بيكي منورانا. لا بنور حضرتك، يعني شرف ليا ان انا اكون هنا. طبعا انت عارفه انا من زمان قد ايه يعني مقتنع بيكي كبوينت جارد، وشايف ان انت قماشه الحقيقه يعني ما شفناهاش قبل كده الحقيقه في ملاعب السيدات، يمكن حتى اللي يدل على كده ان انت كنت متميزه جدا في دوري الان سي دبليو اي، وكمان لما رحتي اوروبا رحتي كمحترفه ما رحتيش كمان يعني جنسيه اوروبيه ساعدتك تلعبي. فالحقيقه احنا شايف ان انت يعني قماشه او بوينت جارد مصري يعني صعب يتكرر في السيدات. خلينا نتكلم يعني بداية، انت لعبتي من فتره قد ايه في الجامعات يا ريم؟ انا بدات في الجامعه في 2011، قعدت 4 سنين، وهي 2011 ل 2015. طيب لعبتي فين، في انهي ولايه؟ كنت في تكساس، هيوستن تكساس، جامعه اسمها رايس يونيفرسيتي. تمام. وخلصتي وبعد كده طلعتي على اوروبا، فكرينا اسم الفريق اللي لعبتي في المجر تقريبا؟ في التشيك. تشيك كي بي بيرنو. كان بصراحة يعني كانت سنة خطيرة بالنسبة لي، ما كنتش متخيلة أصلاً أنا هعرف أطلع بره، بس لا وإيه، كان بالنسبة للنادي اللي أنا رحت له ده كان أول مرة برضو نكسب بطولة، وصدفة إنها كانت بطولة قارية مش بطولة محلية. فبصراحة كانت حاجة يعني أنا أصلاً ما كنتش أعرف أصلاً كل الحاجات اللي حصلت وقتها، اللي هو إيه ده أنت أول واحدة، إيه ده أنت ما أعرفش إيه، ده كان بالنسبة لي كلها. ما بالظبط، أنت كنت أول لاعبة تحصل مع فرقة جماعية على بطولة أوروبا. يعني كانوا بيقعدوا يقولوا صلاح خد بطولة أوروبا، قلنا لهم لا تعالوا بقى إحنا عندنا ريم موسى خد بطولة أوروبا مع فرقتها كمحترفة، ودي كانت حاجة. لعبت معاهم سنة واحدة. لعبت معاهم سنة، وبعد كده جيت الأهلي، وبعد كده رحت البرتغال سنه، وبعد كده رحت لهم تاني سنه وبس، ما كده يعني مصر. لعبتي في اوروبا 3 سنوات تقريبا، سنتين في التشيك مع نفس الفرقه، وبعد كده وكمان سنه في البرتغال. طيب احنا رجعنا النادي الاهلي، قعدت في النادي الاهلي سنه ورحتي، وبعد كده رجعت نادي الاهلي تاني بعد التشيك، ولا رحت فين، ولا على سبورتنج؟ رجعت على سموح. على سموح. صحيح. كان الكابتن عماد محمود اللي ماسك الفرقه. صح. قعدت في سموح قد ايه؟ سنة. دي كانت سنة كورونا، فاللي هي كانت سنة كورونا. وكان ساعتها عندك برضو ركبتك وجعك شوية، أو كان عندك كان ظهري أنا فاكر كان عندك إصابة. وحصل لغط كتير، ورديتي في الملعب يعني قال لك ظهر ومش الظهر وبتاع، ولما لعبتي مع سموحة لعبتي كويسة جدا وكنت كويسة، حتى ساعتها كان حصل لغط كتير أنا فاكر إنه هو لأ الكلام ما كانش مظبوط. طيب وبعد سموحة رحنا سبورتنج صح؟ رحت الجزيره. الجزيره سنه. طب حلو جدا. وبعد الجزيره رحنا سبورتنج 3 سنوات، وبعد كده جينا على النادي الاهلي. طيب ايه بقى، انت في سبورتنج كنت بتمضي 3 سنين ولا مضيتي سنه بسنه؟ لا سنه بسنه. يعني ما شاء الله مسيره كبيره يعني، وكمان بتفكري ما شاء الله فكره احترافي.